انتهاء شهر أغسطس الذي يعد ذروة الموجة الحارة وحلول شهر سبتمبر يسود البلاد طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا على معظم الأنحاء. خبراء الأرصاد يتحدثون عن تحسن في الأحوال الجوية طوال الأيام المقبلة خاصة في فترات الليل. المزيد من التفاصيل حول حالة الطقس خلال الفترة القادمة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور منار، أهلا ومرحبا بك على شاشة دي ام سي. أهلا بك أستاذ هيثم، صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. صباح النور. دكتورة منار، توصيف لحالة الطقس خلال الأيام القادمة آخر التفاصيل. طبعا احنا بدأنا نشعر بتحسن في الأحوال الجوية خاصة فترات الليل، بدأنا نشعر بالاعتدال في درجات الحرارة وفي الأجواء بسبب نشاط رياح ده سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة. نشاط رياح بيبدأ بعد فترة الظهيرة مع دخول ساعات المساء وساعات المغرب وكمان الساعات الأولى من الليل، بيساعدنا على عدم الإحساس بنسب الرطوبة، فبنحس بانخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل والأجواء المعتدلة تماما. خلال فترات الليل رغم أن في انخفاض في درجات الحرارة عن القيم اللي احنا كنا بنسجلها خلال الأسابيع الماضية، إلا لسه في ارتفاع في نسب الرطوبة بيزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة بحوالي من درجتين لثلاث درجات. متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 33 وال 34 درجة مئوية مع وجود نسب رطوبة في الجو هنحس بيها لو تكن 36 و35 درجة مئوية، لكن بصفة عامة في تحسن في الأحوال الجوية على مدار الأيام القادمة، لأن احنا كمان بنتأثر بكتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، بالإضافة كمان امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، فبدوره بالسحب بتحجب جزء من أشعة الشمس فبتحد من تأثير أشعة الشمس، وتدريجيا إن شاء الله مع النص الثاني من شهر 9 هنبدأ نحس بالانخفاض في نسب الرطوبة وكمان الانخفاض في درجات الحرارة، لأن احنا خلاص بنقترب من بدايات فصل الخريف اللي معروف دايما بالاعتدال في الأجواء والتحسن في درجات الحرارة. هذا التحسن مستمر دكتورة منار ويأخذ بشكل تدريجي طريقه إلى التحسن الكامل، أم أن هناك في بعض المناطق نستطيع أن نذكر أن هناك استثناءات خاصة فيما يخص الرطوبة؟ طبعا هي الرطوبة مرتفعة بشكل كبير في المناطق الساحلية، أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط، لكن زي ما قلنا مع وجود نشاط رياح بيقلل إحساسنا بارتفاع نسب الرطوبة خاصة فترات المساء وفترات الليل، لكن إن شاء الله زي ما قلنا إن احنا تدريجيا هنبدأ نحس إن نسب الرطوبة بدأت تنخفض، لأن احنا في فصل الخريف دايما معروف بانخفاض نسب الرطوبة لأن في توزيعات ضغطية بتختلف، تأثرات بنشاط رياح أو حتى وجود المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا، ده إن شاء الله هيستمر معانا خلال الأيام القادمة. لسه بيفصلنا على انتهاء فصل الصيف حوالي 3 أسابيع، وارد يحصل فيها ارتفاع في درجات الحرارة فهنحس ان في ارتفاع في الرطوبة وارتفاع في درجات الحرارة، لكن السمة السائدة خلال الأيام القادمة إن شاء الله هو التحسن في الأحوال الجوية. شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.